أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم معنا إلى هذه النشرة الإخبارية الاستثنائية نقدمها لكم مباشرة من الأولى في الرباط. ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا على المستوى الوطني إلى 275 حالة، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة مساء أمس عن تسجيل 50 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس. الوزارة أعلنت أيضا أن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 10 حالات. تمكن نظام الرصد والمراقبة الوبائية لمرض كوفيد 19 من رصد 50 حالة جديدة بين مساء البارحة وحتى الساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 275 حالة مؤكدة مقابل 931 حالة استبعدت بعد التحليلات المخبرية اللازمة. وقد تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، 2 منها بمدينة مراكش، وحالة وفاة واحدة بكل من الدار البيضاء والرباط. كان لهذه الحالات عامل اختطار متعلق بالسن أو بالإصابة بأمراض مزمنة أو هما معا، أي عامل سن وكذلك الإصابة بمرض مزمن، فيما تمثلت حالة واحدة للشفاء ليصل مجموع المعافين إلى 8 حالات. أما فيما يخص التوزيع الجغرافي لهذه الحالات التي سجلت، فقد سجلت جهة الدار البيضاء 87 حالة، و51 حالة سجلت بفاس مكناس، 50 حالة بالرباط سلا القنيطرة، و43 حالة بجهة مراكش أسفي، فيما توزع باقي الحالات على باقي جهات المملكة باستثناء جهتي العيون الساقية الحمراء وداخل وادي الذهب اللتان لم تسجل أي حالة لحد الساعة. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 72% من الحالات يفوق سنها 40 سنة. أما فيما يخص تتبع المخالطين فلا يزال 2341 شخص مخالط تحت المراقبة الطبية، فيما أتم الفترة اللازمة للمراقبة الطبية 669 شخص مخالط، وهذه المدة مقدرة في 14 يوما. انعقد اليوم مجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية. وفي كلمة بالمناسبة ذكر رئيس الحكومة بطبيعة تحدي المرحلة التي يعيشها المغرب على غرار باقي دول العالم بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، معتبرا أن المرحلة غير طبيعية وغير مسبوقة دوليا وإقليميا ووطنيا. وأشار كذلك إلى جملة الإجراءات غير المسبوقة وذات الطابع الاستشرافي والمستقبلي التي اتخذتها بلادنا منذ بداية انتشار هذا الفيروس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أمر باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لوقاية بلدنا من هذا الوباء ومن آثاره مستقبلا. واستعرض رئيس الحكومة جميع الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الشأن، وبعد ذلك تدارس المجلس وصادق على 6 نصوص مشاريع مراسيم قبل التعيين في مناصب عليا. مرة أخرى تجدد السلطات العمومية دعوتها للمواطنين والمواطنات بضرورة التقيد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا والبقاء في منازلهم، كما تهيب بهم بضرورة التعاون مع رجال وأعوان السلطات المحلية والمصالح الأمنية التي تسهر على تنفيذ هذا الإجراء حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. في هذا الشأن نتابع تصريحا للسيد رشيد الخلفي رئيس قسم بمديرية الشؤون السياسية بوزارة الداخلية. في سياق دخول حال الطوارئ الصحية بلادنا حيز التنفيذ منذ يوم الجمعة 20 مارس 2020، وفي إطار الحرص على التواصل الدائم مع الرأي العام الوطني، كتأكد السلطات العمومية على حاجة المجتمع المغربي للمزيد من الانخراط في التعبئة العامة والجماعية اللي كتعرفها المملكة للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا. وأخذنا بعين الاعتبار الخطورة اللي كتكتسيها الوضعية الحالية، أخذنا بعين الاعتبار كذلك التطورات الدولية ومستوى انتشار الفيروس في المحيط الإقليمي والدولي، تهيب السلطات العمومية بالمواطنات والمواطنين بضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف الدولة وفي مقدمتها
عدم مغادرة المنازل والمقود فيها وعدم استعمال حالات الاستثناء المسموح بها كدارع للتنقل خارج البيت. المواطنات والمواطنين كيبقوا ملزمين بالتعاون مع رجال وأعوان السلطات المحلية والمصالح الأمنية اللي كيبقى من الواجب ديالها تنفيذ حال الطوارئ الصحية والسهر على حسن تنفيذ توجهات ديال الدولة لتدبير الوضعية الحالية. السلطات العمومية حرصت منذ البداية على القيام بالواجب ديالها عبر العمل الحاسم والمبكر لإبطاء الفيروس ومنع العدوى، واتخذت فات صدد قرارات جادة وصعبة أحيانا، لكن الهدف ديالها الأول والأخير هو الصحة ديال المواطن المغربي اللي عليه الآن لازم عليه يتحمل المسؤولية دياله تجاه نفسه تجاه الأسرة دياله واتجاه المجتمع دياله في هذه المرحلة الصعبة. السلطات العمومية كتدعو المواطنات والمواطنين التحلي بروح المواطنة والتماسك والتضامن والانخراط الفعلي والمسؤول في كل مبادرات السلطات العمومية. المرحلة اليوم صعبة بزاف والأيام المقبلة حاسمة ومفتوحة على جميع التوقعات، الأمر اللي كيستدعي المزيد من الحرص والمزيد من الانضباط إلى غاية المرور بسلام إلى المرحلة المقبلة. أكدت وزارة الصحة أن استعمال الكلوروكين وكذا الإصدارات العلمية الناتجة عنه بعدد من دول العالم أكدت جميعها نتائج إيجابية لاستعمال هذا البروتوكول العلاجي في علاج مرضى كوفيد 19. وأضافت الوزارة أنها اعتمدت هذا البروتوكول بعد دراسة وقرار من اللجنة التقنية والعلمية للبرنامج الوطني للوقاية والحد من انتشار الإنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة والشديدة. نوال جراري. أوضحت وزارة الصحة في إطار تفاعلها مع النقاش الدائر حول مدى نجاعة البروتوكول العلاجي للمصابين بعدوى كوفيد 19 على أساس دواء هيدروكلوروكين وهيدروكسيكلوروكين، أن وصف واستعمال هذا الدواء الذي عممته وزارة الصحة منذ أيام على المراكز الاستشفائية الجامعية والمديريات الجهوية للصحة على صعيد المملكة لعلاج حالات الإصابة بكوفيد 19 هو دواء معروف كان يستعمل منذ سنوات لعلاج الملاريا وأمراض مزمنة كالتهاب المفاصل والأمراض المناعية الأخرى لمدد طويلة قد تصل أحيانا لسنوات، وذلك تحت مراقبة طبية متخصصة وصارمة لتتبع وحصر ما قد يترتب عن استعماله من مضاعفات جانبية. وأضاف البلاغ أن وزارة الصحة وفرت بصفة استعجالية بموازاة القرار الهام الذي اتخذته اللجنة العلمية والتقنية كل الوسائل اللازمة لضمان التفعيل الدقيق والآمن لهذا القرار، واستنفرت في سبيل ذلك كل أطورها الصحية للسهر على تتبع ومراقبة استجابة مرضى كوفيد 19 للبروتوكول العلاجي على أساس الكلوروكين بكل المراكز الاستشفائية العمومية والعسكرية على الصعيد الوطني. وشددت الوزارة على أنها بالإضافة إلى توفرها على نظام معتمد لتتبع ومراقبة جودة وسلامة الأدوية من خلال مصالح مديرية الأدوية والصيدلة، تتوفر كذلك على كفاءات علمية وتقنية من أساتذة الطب وأطر صحية معترف بها عالميا للاعتماد الاستباقي للبروتوكول العلاجي المذكور على أساس كلوروكين بقرار سيادي ومستقل وآمن. وذكرت الوزارة بأن الدورية الوزارية رقم 22 الموجهة إلى مهني الصحة بتاريخ 23 مارس الجاري تضمنت توصيات اللجنة العلمية المذكورة في شأن شروط وكيفية استعمال هذا البروتوكول العلاجي، وذلك من أجل تدبير وطني عقلاني وآمن لمخزون الدواء المذكور بمختلف وحدات التموين على مستوى جميع المديريات الجهوية للصحة. وطمأنت الوزارة المصابين بأمراض مزمنة والذين يستعملون أدوية تحتوي في تركيباتها على مادة كلوروكين أن بإمكانهم الحصول على حاجتهم من الأدوية المذكورة مجانا وبصفة استثنائية من الصيدليات الجهوية والإقليمية بمختلف المصالح الخارجية للوزارة القريبة من مقر سكناهم، وذلك بعد الإدلاء بملفهم الطبي. ونظرا لهذه الظروف الاستثنائية التزمت الهيئة الوطنية للأطباء بمواكبة التعبئة الشاملة لاحتواء الوباء، وذلك عبر تطوع عدد من الأطباء الأخصائيين لمراقبة الحالة النفسية والصحية للمواطنين ووضع المساحات الخاصة رهن إشارة الوزارة الوصية. حسناء بن جابي ونور الدين صابر. حالة من القلق والتوتر تسيطر على البعض من المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية.
رد فعل طبيعي، لكن لا ينبغي أن يصل إلى مستوى اضطراب نفسي. إذا كنت من هذه الفئة، يمكنك التواصل عبر الهاتف مع أحد الأخصائيين في الطب النفسي الذين تطوعوا من أجل هذه المهمة. هذا الوباء خلق واحد نوع من الذعر عند المواطن، فلهذا قمنا بتنسيق مع الجمعية ديال البسيكياتر على أساس أننا نديرو واحد الخلية، خلية استماع اللي من خلالها تتصلوا المواطنين مع أطباء اختصاصيين في الأمراض النفسية، من خلالها كيحاولوا أنهم ينفسوا عليهم أو لا، تكون استشارة في الميدان النفسي. خص المواطن يكون عنده الثقة في الإطار المغربي، خص يكون عنده الثقة في الطبيب المغربي. نحاولوا أننا نديروا حتى تعهد وحتى تعاقد أخلاقي بيننا وبين المواطنين، نثبت لهم بأنه إحنا من جهتنا كأطباء غادي نعملوا قصار جهدنا باش نحاربوا هذا الوباء، وانتم من جهتكم حاولوا تعاونونا. واحد المسألة هي أنكم تبقوا في الديور ديالكم. وفي خطوة تضامنية لهيئة الطبيبات والأطباء بجهة الرباط سلا القنيطرة، تضع رهن إشارة وزارة الصحة 4 مصحات لاستقبال المصابين بوباء كوفيد-19، مصحات تجهزت ب60 سريرا للإنعاش، فيما تلتزم باقي المصحات الخاصة بمختلف جهات المملكة بوضع مؤسساتها رهن التصرف عند الضرورة. درنا واحد اللجنة، داك اللجنة مشات وشافت هاد المصحات وشافت واش يمكن لهم يستقبلوا الناس اللي مرض بعدا بالكورونا فيروس، ولا الناس اللي غير بغينا نعزلوهم باش ما ينشروش هاد الوباء. ومن جهة أخرى المصحات الأخرى كلها راهي مستعدة من جهة واحدة أخرى أنهم غادي يعطيو الأجهزة ديالهم، وأنهم إذا اقتضى الحال غادي يعطيو حتى للوكو ديالهم، غادي يعطيو حتى المصحات ديالهم. إذا جميع المصحات هي رهن إشارة الوزارة ورهن إشارة الدولة، ولكن 4 دابا رحنا وجدناهم وفيهم 60 سرير ديال الإنعاش. إذا هذا مساهمة القطاع الخاص بالنسبة لهذا الوباء هذا. كما طالبت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مختلف العيادات الطبية والمصحات بأخذ المزيد من الاحتياطات حماية لأنفسهم وللمواطنين من فيروس أسقط آلاف الضحايا عبر العالم. طلبنا من العيادات الخاصة والمصحات بأن يكون هناك وقت واسع بين المرضى، وبالتالي لا يجب أن يتكدس المرضى داخل المصحات وداخل العيادات. أيضا هناك مجموعة من النصائح التي أرسلناها للمواطنين من أجل أن يتعبأوا وينضبطوا لكل القرارات الاحترازية التي قامت بها سواء وزارة الداخلية أو وزارة الصحة. يبقى عامل ضبط النفس من أفضل الطرق للحد من القلق وتقليل آثاره السلبية أمام هذه الجائحة التي يعيشها العالم أجمع. في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد دائما، تعززت الموارد البشرية للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخل بطاقم طبي عسكري سيعمل إلى جانب الطاقم المدني على تقديم خدمات طبية ذات جودة للمواطنين. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية قد أعطى تعليماته قصد تكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة وباء كوفيد-19. بكار دليمي ومحمد الداس. حلت اليوم أطر طبية عسكرية بمدينة الداخلة للمساهمة في تعزيز العرض الصحي بالجهة، وستساهم هذه الأطر الطبية العسكرية في جهود محاربة انتشار وباء كورونا المستجد كوفيد-19. واطلع والجهة الداخلة وادي الذهب بمعية الوفد المرافق له على الترتيبات والتدابير المتخذة للبدء في تنفيذ العمل المشترك بين التمثيليات الجهوية القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي وقوات المساعدة والمديرية الجهوية، وقدمت لهم شروحات مستفيضة هامة الاستعدادات والتدابير المتخذة. هذه الزيارة للوقوف عن قرب لرؤية مدى جاهزية المستشفى، وكذلك لتعزيز المستشفى بالموارد البشرية العسكرية.
ولي الجهة وقف أيضا بمعية الوفد على جاهزية الفرق الطبية بمستشفى الحسن الثاني بالداخل وعلى أهمية الإجراءات المتخذة للتعامل مع الحالات الواردة والتي تحتاج إلى تدخل في مثل هذه الظروف. عدد الأطر 18 إطار في عدة تخصصات، وهذا تعزيز الموارد البشرية، أي كل واحد صدى إيجابي الحمد لله، لأن غادي نخدمه بشراكة إحنا والمستشفى العسكري. تحديث المخطط الجهوي للتكفل بهذه الحالات، يعني تم إحداث واحد المركز ديال التشخيص اللي خاص بالحالات كوفيد اللي تستقبل جميع الحالات المشكوك فيها، جميع الناس اللي عندهم اعراض تنفسيه غادي يستقبلهم، واللي يتم على المستوى ديالو انه يتم تشخيص ديال الحاله، وإلا كانت الحاله انها مشكوك فيها وخاصه دار لها تحاليل، هذيك الساعه يتم العزل ديالها في المصالح ديال المستشفى. تم تجهيز تقريبا 30 سرير لهذا الغرض، وهاد 30 سرير فيهم 4 ديال الاسره ديال الانعاش وديال التكفل بالمرضى اللي عندهم حالات متقدمه ولا حالات مستعصيه. الطاقم الطبي العسكري الذي يتكون من مختلف فئات المشتغلين في المجال الصحي من أطباء وممرضين ومساعدي ممرضين والمساعدين الاجتماعيين سيشكل دعامة أساسية لتسيير ولوج المواطنين بجهة الداخل وادي الذهب إلى الخدمات الصحية الاستشفائية المقدمة للعموم، كما سيساهم أيضا في الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. بعد النداء الذي أطلقته إدارة مستشفى محمد الخامس بطنجة والمتعلق بتسهيل تنقل الأطقم الطبية من وإلى مقرات عملهم، سارعت شركة لنقل المستخدمين إلى تلبية هذا النداء بتوفير 4 حافلات لنقل الأطباء والممرضين بشكل مجاني. أنيس أبو مهدي وسعيد ناجح. وسط التزام تام بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، يجتمع رضا كل صباح مع هؤلاء السائقين. في هذا الاجتماع يتم وضع جدول زمني لتنقل الحافلات التي خصصت للنقل اليومي المجاني للأطقم الصحية من أطباء وممرضين من وإلى مقرات عملهم. استجابة للنداء اللي وجهه السيد حارس العام ديال المستشفى محمد الخامس، اللي كان في حاجة لوسيلة نقل لنقل الأطباء والممرضين خصوصا المداومين، فاستجبنا لهذا النداء هذا في الحينه ووفرنا لهم حافلات ديال نقل المستخدمين، وهذا يعني جاء في إطار الانخراط الإيجابي ديال المواطن المغربي بشكل تضامني، واللي معروف عندنا احنا مغاربة في هذه الأحوال والظروف حال هذه. تعقم الحافلات كل صباح ومساء قبل أن تجوب شوارع المدينة، متوجهة صوب كل من مستشفى محمد الخامس ومستشفى القرطبي ومستشفى دوق دو توفار الذي يتم فيه فحص الأشخاص المشتبه في حملهم للفيروس لنقل هؤلاء الكوادر الطبية بعد انتهاء مداومتهم. أشكر عن أي مبادرة تطوعية من أي جهة لتوفير وسائل النقل باش نتنقلوا من الاحياء ديالنا ومن المنازل ديالنا الى المستشفى محمد الخامس في ظرف هذه الظرفيه ديال وباء كورونا بالمغرب. وشكرا. هي إحدى مبادرات التضامن التي بدأت تلاحظ في شتى المجالات مع ظهور هذه الجائحة، مبادرة تسهل عملية تنقل الأطر الصحية التي أبانت عن تضحيات كبيرة في الوقت الذي يختفي فيه الجميع من وجه فيروس كوفيد 19. قررت لجنة اليقظة الاقتصادية منح تعويض جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة والصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات
يهم الفترة الممتدة من الخامس عشر مارس إلى 30 يونيو. وأوضحت اللجنة أن الأجراء الذين سيستفيدون من هذه التعويضات يجب أن يكونوا موضوع تصريح بالشرف من طرف المقاولات التي تشغلهم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية، مشيرا إلى أن هذا التصريح يفيد بأن المقاولة توجد في حالة توقف كلي أو جزئي لأنشطتها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وبالتالي فكل أجير غادر عمله عن قصد لن يستفيد من هذا التعويض. وأكدت اللجنة أن جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيتم افتحاصها من طرف المفتشية العامة للمالية، وستتم معاقبة أي مخالفة. ونذكر من جديد بالرقم الهاتفي 1919 الخاص بالمواطنين الراغبين في المساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا. وتتكون موارد هذا الصندوق من دعم الميزانية العامة للدولة بمبلغ 10 ملايير درهم، وكذا مساهمات الهيئات والمؤسسات، وكذا الأشخاص الذاتيين. وللإشارة فإن كل رسالة SMS نحو هذا الرقم تمثل هبة قدرها 10 دراهم. أكدت وزارة الداخلية اليوم عدم صدور أي قرار يقضي بإغلاق الفضاءات التجارية عند حلول الساعة 3 بعد الزوال وطيلة عطلة نهاية الأسبوع. وأضافت الوزارة في بيان توضيحي على إثر رصد تدوينات ورسائل على تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مزاعم كاذبة ومغرضة تدعي بشكل تضليلي أنه سيتم إغلاق كافة الفضاءات التجارية بمدينة سلا عند حلول الساعة 3 بعد الزوال وطيلة عطلة نهاية الأسبوع، أنه ليس هناك أي تغيير في مواقيت اشتغال كافة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي ستعمل على الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية. وجددت وزارة الداخلية التشديد على أنها ستتصدى بالحزم والجدية اللازمين للأخبار الزائفة التي من شأنها بث الفزع بين المواطنات والمواطنين، ولن تتوانى عن متابعة كل من ثبت تورطه في الترويج لادعاءات أو مغالطات من شأنها المس بالأمن الصحي والنظام العام. نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نفيا قاطعا أن تكون قد أصدرت أي بلاغ بخصوص إقرار سنة بيضاء. ودعت الوزارة في بيان حقيقة الجميع إلى عدم تداول مثل هذه الأخبار الزائفة والتأكد من صحة أي معلومة تهم قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي من مصالحها المختصة. وحسب البيان فإن الوزارة قررت تحريك المتابعة القضائية في حق الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء فبركة هذا البلاغ الكاذب. شائعة أخرى حول فيروس كورونا المستجد تطال هذه المرة القطاع الحيواني، وذلك بعد تداول أخبار تدعي انتقال هذا الفيروس من الحيوان إلى الإنسان. الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة نفت هذه الشائعة وأكدت أن لا علاقة بين فيروس كورونا والقطاع الحيواني. بوشعيب عماري وأحمد حمري. الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة تبرئ القطاع الحيواني من إشاعة عيش وتكاثر فيروس كوفيد-19 داخل أجسادها، وتصدر بلاغا تنفي فيه أن تكون الحيوانات ناقلة لفيروس كورونا المستجد إلى الإنسان، وذلك بعد نشر إشاعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن القطاع الحيواني ناقل لهذا الفيروس. بالنسبة لهذه الإشاعات فهي غير صحيحة، لأن هذا الفيروس الكوفيد-19 ما تنتقلش من الدواجن الإنسان وما تسبب تشي أدنى ضرر على الإنسان وما تعديش الإنسان. وقد تصلوا بالكسابة والفلاحة بصفة عامة باش تعطوهم نصائح؟ بالنسبة لنا كبياطرة تنتصلوا بجميع الكسابة ديالنا المنتجين وتنعطوهم نصائح في هذه الظرفية ديال في هذا الوباء،
وتنعطيهم جميع التعليمات الصحيه اللي خصهم يتبعوها باش الانتاج ديالهم يبقى غادي مستمر. بالنسبه للكتاكيت موجوده، الانتاج موجود، يعني السوق ما عندهمش منا شي خافوا، الانتاج متوفر الحمد لله. حقيقه الامر ان الاشاعه الكاذبه هي الفيروس الحقيقي الذي ينتشر وبسرعه البرق كالنار في الهشيم في اوسط الكسابه ومربي الماشيه. الهيئه الوطنيه للاطباء البياطره اصدرت بلاغا كان بمثابه اللقاح الواقي من هذه الاشاعه، خاصه مع تواصلهم المستمر والتحسيس بالكسابه. كنا سمعنا هذه الاشاعات هذه ولكن ما كيناش، لان حنا ديما كنعيشوا مع الماشيه ديالنا وداكشي، والحمد لله ما كاين لا مرض لا والو. وحتى الطبيب عطانا بعض النصائح وبعض النصائح وديما مواكب معنا الاحداث وهذا والتلقيح ديال الماشيه، والحمد لله ما كاين حتى شي مشكل الحمد لله. كما انا الفيروس ديال كوفيد 19 كيقولوا بلي كيتنقل من الحيوانات، وكاين هذا الشيء اكذوب، هذا الشيء ما كنت حنايا خدامين وديما دكتور بيطري كيجي عندنا يوميا ويقدم لنا النصائح كيفاش نديرو كيفاش نتعاملوا وكيفاش تعاقموا يديكم وتتصلوا يديكم. بالنسبة لك الإشاعات راه كذوبة، داكش ما كاينش. عمامة الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة بلاغا أعلنت من خلاله عن تشكيل لجنة يقظة ولجان جهوية لتتبع هذا الوضع عن قرب وتصحيح المغالطات، داعية مربي المشية إلى عدم إيلاء أي أهمية لمثل هذه الإشاعات. وللحديث عن هذا الموضوع وتوضيح الأمور أكثر ينضم إلينا مباشرة من حد سوالم السيد بدر طنشري الوزاني رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. أهلا بك معنا السيد الوزاني. في البداية، ما وقع هذه الشائعات المتعلقة بانتقال فيروس السيدة. كورونا من الحيوان إلى الإنسان أو العكس؟ وهل هذا الفيروس يصيب الحيوان؟ بالفعل هذه الإشاعات شفناها مؤخرا في الشبكة التواصل الاجتماعية، هذه الإشاعات غير صحيحة، لأن الكورونا فيروس ديال الحيوانات لا علاقة له بهذا المستجد اللي هو الكوفيد 19. الانسان ما يمكنش يتعادى من بالكورونا ديال الحيوان، ما عندها علاقه. وحتى في الدول اللي سبقونا في هذا الوباء قبل منا، قبل ما يوصلنا حنا المغرب، الابحاث اللي داروا والمنظمه العالميه للاوبئه تبتات بان ما يمكنش الانسان يتعادى من الحيوان. اللي كان مؤخرا هما كانوا واحد جوج حالات ديال كلى في هونغ كونغ، وواحد القطه يوم امس في بلجيكا اللي تصابوا من عند الملك ديالهم اللي كان مصاب بالكوفيد 19. ودات البلاغ اللجنة العلمية ديال لويو بأن ما يمكنش الإنسان الخطأ باش يتصاب بالكورونا فيروس من القطط ولا كلى ضئيل جدا 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 جدا. نعم سيد الوزاني، ماذا عن وفرة المنتوجات الحيوانية في الأسواق؟ بالنسبه من وقعت الاشاعه كما قلتوا في الريبورتاج ديالكم، الهيئه الوطنيه بالتنسيق مع وزاره الفلاحه دنا واحد اللجنه اليقظه اللي تعطي وتتبع ومواكبه سلاسل الانتاج ديال اللحوم الحمراء وديال الدواجن وديال الحليب والبيض والمشتقات للمنتوجات الحيوانيه. وبالفعل قمنا بتعبئه لدى الكسابه والفلاحه، السلاسل كامله تتشتغل لحد الان والمنتوجات موجودة، والوصول ديالها للمواطنات والمواطنين هو متوفر يوميا. احنا متبعين الوضع عن كتاب والحمد لله المنتوجات موجودة، وما عندش الإنسان ماشي خاف لم القطع ديالها ولا يكون فيها شي مشكل من هذا كوفيد 19. سيدي الكريم، أنتم كهيئة وطنية للأطباء البياطرة، ما هي مساهماتكم في ظل هذه الوضعية الوبائية؟ بالفعل احنا كهيئه وطنيه اطباء البياطره اول حاجه قمنا بها هو عبئنا جميع الاطباء باش يبقاو مستمرين في العمل ديالهم، اولا لضمان الصحه الحيوانيه، ثانيا لحفاظ على التوارث الحيوانيه، ثالثا لضمان المنتوجات الحيوانيه للمواطنات والمواطنين. كذلك طلبنا منهم باش يعبئوا الفلاحه والكسابه في العالم قرابة انما تواجدوا في القرى، باش يعلموهم شروط الوقايه والتعليمات اللي عطات الحكومه للقضاء على هذا الكوفيد. ثالث حاجة بطلب من الطبيبات والأطباء البياطرة درنا واحد الصندوق باش جمعنا فيه التبرعات ديال جميع الزملاء القطاع العام والقطاع الخاص وكذا الشركات ديال التوزيع والإنتاج الأدوية. وفي الأيام القليلة الأولى الأسبوع القادم إن شاء الله غادي نحولوا مبلغ ديال مليون ديال الدرهم للحساب اللي حطته الحكومة بتعليمات صاحب الجلالة. سيد بدر طنشري الوزاني رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء البياطرة،
كنت معنا مباشرة من حد سوالم، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. حرصا على ضمان تموين السوق من الحليب ومشتقاته، وفرة في الإنتاج لتلبية طلبات المستهلكين اليومية بشكل دائم، وتدابير وقائية لحماية المستخدمين، والحرص على ظروف الإنتاج السليم. الروبورتاج نتابعه من داخل أحد مصانع إنتاج الحليب ومشتقاته بمدينة سلا مع إيمان سلاوي وحمزة السايح. هكذا يبدأ اليوم بالنسبة لهؤلاء المستخدمين في مصنع لإنتاج الحليب ومشتقاته بسلا. قياس درجة الحرارة، غسل اليدين وتعقيم الأحذية بصفة مستمرة، أمور أصبحوا معتادين عليها قبل الشروع في إنجاز مهامهم. تدور هنا عجلة الإنتاج داخل هذا المصنع بشكل مستمر قصد تلبية احتياجات المستهلكين وتموين السوق من مادة أساسية هي الحليب ومشتقاته. احنا ملتزمين باننا نستمروا في التزود بالحليب باش نحافظوا على المدخول ديال الفلاحه الشركاء ديالنا وخصوصا الفلاح الصغار. اما بالنسبه للمنتوج فبغي نطمئن المواطنين المغاربه بانه غادي يكون متوفر يعني بكميات كافيه وبوفره في السوق المغربيه، وحنا الحمد لله مجندين باش نشتغلوا 24 ساعه على 24 ساعه، وجميع خطوط الانتاج يعني مشتغله يعني بوتيره طبيعيه، ما كاينش نقص. وصلت هذه الشحنة إلى المصنع، يتم تعقيم الشاحنات بشكل فوري والحرص التام على كل طرق الحماية وتوفير معدات السلامة بالنسبة للمستخدمين وطمأنة للمستهلكين بوفرة الإنتاج داخل الأسواق، فلا شيء قد تغير. تحسيس المستخدمين ديالنا على احترام المسافة ديال الأمان ديال متر ونص أثناء العمل، وكذلك الاستمرار في الغسل اليدين على طول اليوم، وفرنا لهم مادة الجيل المعقم حتى يتمكنوا في الأماكن ديال العمل ديالهم باش أنهم يعقموا يديهم باستمرار. تعبئة وعمل متواصل بشكل يومي كي يتزود المستهلك المغربي بمواد أساسية من بينها الحليب ومشتقاته في ظل هذه الظرفية الصحية التي تجتازها بلادنا. بمدينة ميدلت وعلى غرار باقي المدن تقوم اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة جودة وأسعار المواد الاستهلاكية بحملات مكثفة لضمان تزود السوق المحلية بالمواد الغذائية بأسعارها القانونية والجودة المطلوبة. حنان أرسلان وأحمد الفاضل في المتابعة. المواد الغذائية كلها متوفرة، جميع انواع المواد الغذائيه المواد الاساسيه موجوده. بمدينه ميدلت حملات مكثفه للمراقبه والتفتيش ضمانا لوصول المواد الغذائيه الى المواطنين، مراقبه للجوده وللاسعار حتى يتسنى للمستهلك التزود بما يلزمه في هذه الظرفيه. الحمد لله كل شيء موجود في هذه الفتره، كل شيء كاين، ما كاين حتى خصاص. خص لي الانسان الكليان ديالنا ولا كاع اللي ماشي كليان، اي مواطن كيف ما كان يتقدى بشكل عادي، وداك الشيء اللي خصو يتقدى راه كل شيء كاين، مخزون متوفر. اللي كياخذ كيلو كياخذ كيلو، اللي كياخذ ميزان كياخذ ميزان، اللي كياخذ جوج كيلو كياخذ جوج كيلو. وبالنسبه للحمل الاثمنه داك الشيء جد مناسب، داك الشيء اللي كان في الاول اللي غادي يبقى ديما ان شاء الله. اللحم موجود، الستوك موجود ديال السلعه، ما غادي نخصو ان شاء الله من والو. جميع الانواع اللي كانت في الايامات العاديه هي اللي كاينه دابا، والحوت الحمد لله موجود، كاين بواجو كاين روبيو، الاثمنه مناسبه. كاين بواجو 30 درهم، الروبيو 30 درهم، كاين الشرن 500 ريال، السردين 15 درهم، وكل الانواع موجوده الحمد لله. بفضل الجهود المبذوله من طرف السلطات المعنيه يتم تزويد السوق بشكل عادي. كل شيء مزيان سيدي الحمد لله، كل شيء موفر، كل شيء كاين، كل شيء موجود، ما زعما ما ناقصنا حتى شي حاجه في ميدالت. تنحمد الله ونشكره، الله يبعد منا هذا الشيء اللي واقع لنا. خارج ولدي بالرصه ديالي باش نتقدى خضيره، نتقدى يعني داك الشيء اللي خصني. الخير كاين، وجيت نتقدى عندها ياسين، وكل الخير تبارك الله كاين الحمد لله على بلادنا. حملات المراقبة والتفتيش إجراء يتم في إطار اللجنة الإقليمية، وذلك بتنسيق تام بين كل المصالح المختصة. اللجنة الإقليمية للمراقبة المختلطة للمراقبة بمختلف مكوناتها تقوم بعمل دؤوب بهدف ضمان تأمين تزويد السوق المحلية للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا في مختلف مناطق الإقليم،
كما تقوم كذلك بعمل جبار فيما يخص مراقبة الأسعار والجودة. اختبار جودة وسلامة المواد الغذائية المعروضة في السوق الوطنية وكذا تحسيس المهنيين بقواعد السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وبالممارسة الصحية الجيدة التي يجب اتباعها، كذلك تصدي للغش في المواد الغذائية عبر تدليس أو تزييف. ضمان سلامة المستهلك الصحي إجراء ضروري يقابله التزام المواطنين في هذه الظرفية بالشراء بكميات معقولة والحفاظ على شروط الأمان والسلامة الصحية أثناء التسوق. تعرف الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية أواخر كل شهر إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، غير أن عملية استخلاص الأموال بهذه الطريقة أضحت تشكل خطرا فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، وذلك بسبب ملامسة عدد كبير من الزبناء لأزرار الشباك طيلة اليوم. سمية بالعياشي ومحمد حسن مسكور. الاحتياطات الوقائية بدت واضحة في تصرفات هذه السيدة منذ اقترابها من الشباك، في حين استعمل زبون آخر ورقا للحيلولة دون ملامسة أصبعه لأزرار الشباك. جميع المواطنين غادي نستعمل البطاقة تاعي باش نخرج الفلوس، ما عنديش هاد الساعة الكلينيكس، غادي نستعمل القايد تاعي باش حفاظا على روحي وروحي الناس اللي غادي يجيو من بعد. غياب الصفوف والتجمعات أمام الشبابيك الأوتوماتيكية يعكس وعيا من المواطنين بأن الاكتظاظ في محيط الأبنك يعتبر منافيا للإجراءات الوقائية في ظل حالة الطوارئ الصحية. تيريت ولاني كان دير الكلينيس في ديا وكان دي كانت هني ديا باش ما نعاديش الناس وما يأديونيش. هو من طبيعة الحال خص الإنسان يدير الاحتياط دياله وكاع الناس كلهم خصهم يديروا الاحتياط على كل حاجة، ميم لي بواني ديال البيبان. الاحتياطات الوقائية عند استعمال الشبابيك الأوتوماتيكية يحتم التذكير بالتزام نفس الاحتياطات عند استعمال أي آلة أو جهاز اعتاد الناس ملامسته بشكل تناوبي. في إطار زخم التضامن الوطني للتخفيف من تداعيات انتشار فيروس كورونا، تم تنظيم حملة للتبرع بالدم لفائدة نساء ورجال الأمن الوطني بمدينة مراكش، وذلك من أجل المساهمة في تعزيز مخزون هذه المادة الحيوية. أمينة علام والمعتصم بالله البعزاوي. بحس وطني عال وبتلقائية ومسؤولية تمليها الظرفية الحساسة التي تعيشها بلادنا والعالم بأسره جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، رجال ونساء الأمن الوطني يتبرعون بدمائهم لدعم مخزون المركز الجهوي لتحقن الدم بمراكش، مبادرة أخرى يبرهن من خلالها عناصر الأمن الوطني بمختلف رتبهم ومسؤولياتهم عن حسهم التضامني في عز المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لحفظ الأمن وتطبيق حالة الطوارئ الصحية. استجابة للنداء اللي جانا اليوم خاصنا نتبرع بالدم، على اعتبار أن هذا التبرع هو واجب وطني وإنساني خاصنا نقوم به كاملين، فأسرة الأمن الوطني برجالها ونسائها جاءوا اليوم لتلبية هذه الدعوة. هذه مبادرة وطنية مطلوب منا كواجب لنا وكمعروف على الجهاز الأمن للرجال والنساء تطوع في هذه المجالات، وأتمنى أن تكون هذه المبادرة يستفيد منها جميع الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى هذه المادة الحيوية. انخراط ولاية أمن مراكش في المساهمة في تعزيز مخزون المركز الجهوي لتحقن الدم بالجهة يثمنه المشرفون على المركز، ولإنجاح هذه العملية تم تسخير وحدات متنقلة تحرص على توفير الظروف الملائمة لتمر هذه العملية على أحسن وجه، أخذا بعين الاعتبار التدابير الصحية التي تمليها الظرفية. لينا الأبواب على مدى اليوم كامل من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من 9 صباحا حتى 7 مساء، مع أخذ جميع الاحتياطات والتعليمات من أجل السلامة ديال التبرع بالدم وديال المتبرعين. المركز الجهوي لتحقن الدم بمراكش يحتاج يوميا إلى ما يزيد عن 200 كيس من الدم للاستجابة لحاجيات المؤسسات الصحية بالجهة، ومن شأن مثل هذه المبادرات أن تعزز مخزونه لإنقاذ من هم في أمس الحاجة لهذه المادة الحيوية. وفي السياق نفسه تعبأت نساء ورجال الأمن الوطني بمدينة وجدة لتعزيز مخزون الدم على مستوى عاصمة جهة الشرق. محمد بلاوي ورشيد العتابي.
بيزي الرسمي أو المدني، نساء ورجال الشرطة كانوا على موعد هذا اليوم بمقر المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بوجدة من أجل المساهمة في إنعاش عملية ملء أكياس الدم والتي يمكن أن تنقذ حياة عدد من المرضى. كنحسوا بواحد الإحساس نبيل خاصة في الظرفية هذه اللي الناس محتاجين فيها الدم. احنا دائما كنضحيوا من أجل الوطن من أجل المواطنين، سواء بالشارع العام أو بإطار تبرع بالدم في إطار الحملة ديال التضامن اللي نهجتها المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الخصوص. هذا كيدخل في الواجب الوطني، ماشي أول مرة كنديروه، ديما كنديروه. أولا هو واجب وطني وصحي درجة ثانية، وحنا وقتاش ما ندنا الوطن رحنا مستعدين. كنقوم بهذه المبادرة الوطنية في إطار التبرع بالدم، وفي حل الوضعية الحالية اللي كنعيشوها، الحرجة اللي كنعيشوها الآن، وكنناشدوا جميع المواطنين باش يقوموا بهذه الحملة اللي نظرا للوضعية اللي كنعيشوها الآن. مبادرة إنسانية تدخل في إطار الاستجابة للنداء الذي أطلقه مختلف الأطباء من أجل سد النقص المسجل بشأن مخزون الدم. فعناصر الشرطة الذين يمكنهم التنقل في ظل حالة الطوارئ الصحية اختاروا التحرك بشكل إيجابي من أجل المساهمة في هذه العملية، إلى جانب المهام الأمنية التي يقومون بها على مدار اليوم خلال هذه الظرفية الحالية، والانخراط في مختلف المبادرات الرامية إلى توسيع دائرة التبرع بالدم. الظرفية الراهنة كتعطينا واحد المزيد من المساهمة والتضامن مع المواطن لأجل إنقاذ أرواح المواطنين، وبالتالي القيام والاضطلاع بالمهام الأساسية للأمن الوطني، ألا وهي الحفاظ على سلامة المواطن وممتلكاته. بعد المناسبة كنوجه واحد النداء جميع المواطنين والمواطنات المغاربة أنهم في الوقت هذه كان هناك مرضى اللي كيحتاجوا بصفة منتظمة لمشتقات الدم، بالخصوص للصفائح الدموية للمدة الصلاحية ديالها هي 5 أيام، وبالتالي كنطلبوا منهم باش توجهوا لأقرب مركز جهوي تحقن الدم لأجل تبرع الدم. وحنا من جهتنا كنحاولوا أننا نطبقوا المعايير الدولية من أجل السلامة ديالهم، من أجل السلامة نتاع المتبرعين بالدم. نساء ورجال الأمن الذين يساهمون إلى جانب عناصر أخرى من قوات حفظ النظام في السهر على عملية التقييد بالتوجيهات المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا ضمن حالة الطوارئ الصحية، يقدمون دليلا آخر على تفانيهم وتضحياتهم في خدمة الوطن ومواطنيهم خلال هذه الفترة. من مقر المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بوجدة، لكم تحيات رشيد العتابي ومحمد بلاوي للأولى. ونتيجة لتعليق المغرب للرحلات البحرية، وجد العديد من السياح الأجانب أنفسهم عالقين بمدينة طنجة، وضعية تم التعامل معها بإنسانية إن على المستوى الدعم المادي أو المعنوي. ريبورتاج أنيس أبو مهدي وسعيد نجح. كانوا في رحلة العودة إلى بلدانهم بعدما قضوا عطلة ممتعة داخل المغرب لتنقطع بهم السبل في محطة الاستراحة هاته. بعد إجراءات تعليق الرحلات البحرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، توقفت رحلة 200 عرب اضطراريا، وأخذت من هذا الفضاء مأوى أملته ظروف جائحة كورونا. في هذا الفضاء يتوفر هؤلاء السياح الأجانب على الوسائل الضرورية من تعقيم وعناية طبية ومواد غذائية. الظروف هنا جد مواتية. السلطات المغربية وفرت لنا ما نحتاجه من مواد غذائية ووسائل التعقيم، وبهذه المناسبة أود أن أشكر باسمي وباسم الجميع السلطات المغربية على ما قامت به من أجلنا، وذلك في ظرف وجيز. أشكر المغاربة على استضافتهم لنا وتوفير فريق عمل خاص من أجل السهر على راحتنا وتعقيم السيارات. فريق مكون من أطباء وممرضين قاموا بعملهم على أكمل وجه. أوجه رسالة للجميع بأن يلتزموا بتوجيهات السلطات حماية لهم وحماية للعالم أجمع. مبادرة إنسانية اتخذتها السلطات المحلية لمساندة هؤلاء السياح في هذه المحنة في انتظار التحاقهم ببلدانهم.
انتقل واحد الفريق عمل لهذا المرأب اللي راكم كتشوفوا فيه من أجل تعقيم السيارات على ما يزيد تقريبا 200 سيارة ديال هاد السياح الأجانب اللي كانوا غادي يقطعوا الضفة الأوروبية الضفة الأخرى عبر ميناء المتوسطي. كيف كتشوفوا السلطات المحلية هيئت لهم هاد المرأب ووفرت فيه جميع الظروف. من جنسيات مختلفة اعتادوا على السفر إلى المغرب، لكن هذه المرة نهاية مسار رحلتهم حدده فيروس كوفيد 19. يقضون يومهم يتلقفون الأخبار عن هذه الجائحة ويتشبتون بأمل العودة إلى ديارهم. إلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى نهاية هذا العرض الإخباري الاستثنائي. شكرا على جودي وكرم المتابعة. إلى اللقاء.